اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده ختاميه لسنه 2022 من برنامجكم الاهلي خط احمر. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه والاهلي في تقدم دايما، ودايما الاهلي على القمه. اهلا بك يا فارس، كل سنه وانت طيب. اهلا بك يا اسامه، كل سنه وانت طيب، وكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي بخير. سنه جديده نتمنى تكون ان شاء الله سنه سعيده عليكم وعلى النادي الاهلي وعلى مصرنا الحبيبه. ان شاء الله عندنا رسائل كتير جدا عن السنه اللي فاتت واللي منتظرينه في السنه الجايه. ان شاء الله يا رب تكون سنه سعيده على مصر وكل الوطن العربي يا رب العالمين، وعلى الشعب المصري يا رب العالمين، والاخوه الاقباط كل سنه وحضراتكم طيبين.